كنا ده انا الحمد لله تصاعدي من اول ماتش لثالث ماتش. كان عندنا كذا لعيب اثنين محترفين مهمين جدا في قوام الفرقه لسه جايين علينا من حوالي اسبوع، يعني لسه بنحاول ناخد على بعض ويدخلوا في السيستم. يمكن عندنا لعيبه راجعه من الاصابه كتير، منهم انا عمرو الجندي سمير، فبنحاول ان احنا قد ما نقدر نتحسن مع الماتشات. يمكن ماتش الجمعه تقريبا اهم ماتش في المجموعات، في ماتش هيبقى صعب وان شاء الله هنقدر نجهزه كويس بكره وبعد بكره ان شاء الله. يمكن هو اول اربع فرق بيتاهلوا، والناحيه الثانيه الاول اعتقد زي الرابع يمكن زي الخامس كمان. الناحيه الثانيه كل الفرق كسبت ثلاث ماتشات وخسرت ماتشين، فاعتقد مفيش طريق اسهل من الطريق، بس احنا عايزين معنويا ان احنا نبقى اول مجموعه بتفرق معانا، واخدين كل ماتش بماتشه. فيعني امبارح كان اهم ماتش كيب تاون، النهارده بقى اهم ماتش بيترو لواندا، ودلوقتي بالنسبه لنا اهم ماتش بيترو لواندا، وطبعا يعني حافز كبير ان احنا ناخد صداره المجموعه الماتش الجاي. فان شاء الله نبقى جاهزين.